السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعينا. النهاردة جايبة لكم فكرة لذيذة جدا وظريفة جدا نحفظ بيها أوراق النعناع طازجة وفريش كده وبلونها الأخضر الجميل فترة ممكن 3 أسابيع أو شهر بالكتير قوي، 3 أسابيع 4 أسابيع حاجة يعني في الحدود دي. هو طبعا أوراق النعناع بتبقى طرية وما بتاخدش وقت كتير، فاللي حابب يجيب مثلا بيجيب كمية على القد تكفي المدة دي مثلا 3 أسابيع أو كده، وبعد ما بيخلصوا بيرجع يجيب تاني. لكن مش مستحب إني أنا أجيب أوراق النعناع ويعني أخزنها فترة، يعني أجيب كمية أكبر من احتياجي وأخزنها، لأنه هو برضو مهما كان أوراق النعناع اللون الأخضر بتاعها معناها أنها محتفظة بكل الفوائد بتاعتها، وكمان الزيوت العطرية اللي هي بتديها الريحة الحلوة للنعناع بتبقى موجودة. في ناس بتفضل إنها بتجيب كمية كبيرة من النعناع وبتقرطفها كده زي أوراق الملوخية وتغسلها وتجففها وتنشفها، دي طريقة برضو حلوة للحفظ. لكن أنا شخصيا أفضل إني أنا بجيب على قد كمية صغيرة وبحطها، يعني بحفظها بنضارتها بالخضار بتاعها. أنا ما بحبش أستخدم أوراق النعناع الجافة، لكن إذا أنا في مكان ما بيتوفرش فيه كتير أوراق النعناع غير كل فترة وفترة، فممكن ألجأ لطريقة الحفظ التقليدية اللي هي التنشيف. عايزة أقول معلومة حلوة قوي، أوراق النعناع لو أنا حبيت إني أنا أجففها بالطريقة التقليدية اللي هي التنشيف، طبعا كلنا عارفين إن أنا بغسلها كويس وأعرضها للهواء وللشمس، بس افضل اني انا احطها في الشمس او في الهواء المباشر، بلاش احطها في الفرن او في الميكروويف او في الحاجات دي، لان الحاجات دي بتطير الزيوت العطرية او الزيت العطري المفيد. هو اهم حاجة في اوراق النعناع ان هو فيه زيت عطري هو اللي فيه كل الفوائد، والزيت ده بيبقى سهل ان هو يتبخر او يطير اذا انا تعرضته للحرارة. اختصار الكلام ده كله اني انا لو حبيت احفظ اوراق النعناع بالطريقة التقليدية اللي هي بجففه اغسله كويس واجففه بمناديل او بفوط او بورق نشاف واتركه في الهواء الجاف، هو هينشف لوحده. لو عايزة اعرضه لحرارة الشمس واغطيه عشان يحفظه من الاتربة اوكي، لكن ابعد تماما عن ان انا انشفه جوه الفرن او انشفه بالحرارة او انشفه بالمايكرويف، لان انا لو عملت اختبار بسيط كده وحطيت اوراق النعناع جوه الفرن هلاقي فيه ريحة طالعة، الريحة دي معناها ان كل الزيت العطري الموجود جوه الورقة تبخر، يعني انا ماليش دلوقتي اي حاجة، كاني باكل يعني كاني بستخدم ورقة شجر عادية جدا ملهاش اي فوائد. فانا كل هدفي ان انا احافظ على الورقة بكل المحتويات المفيدة، القيم المفيدة اللي جواها اطول فترة ممكنة. طيب انا دلوقتي جبت لكم الاوراق الخضراء، انا هحفظها بالطريقة الطريقة هوريها لكم بحيث ان الورقة الخضراء تفضل خضراء كده بلونها زاهي وجميل. عايز اعمل بيها شاي بالنعناع اوكي، عايز احطها في الطبيخ في المأكولات اوكي، عايزة اعملها مشروب نعناع بالليمون على البارد اوكي، مادام الورقة خضراء في كتير جدا من الاستعمالات انا اقدر اضيفها، افرمها واعملها مع السلطة، ممكن استخدمها شراب النعناع العادي بحليه بالعسل او بالليمون في الشتاء، يعني اي طريقة مادام الورقة خضراء انا اقدر استخدمها. اول حاجه انا جبت كميه، هي باينه انها صغيره بس طبعا كبيره جدا اوراق النعناع، وكمان هتكفيني في حدود 3 اسابيع. دلوقتي هعمل ايه؟ هغسل، هفتح، هعمله بالظبط، هفتح الكيس، هروح على المغسله، هروح على المغسله هغسل الورق ده وهوريكم تفاصيل بعد الغسيل، خليكم معايا يا جماعة. أنا فتحت الكيس أهو، حبيت بس أوريكم ما شاء الله سبحان الله
اوراق النعناع، يعني الاول ما فتحت الكيس الريحه طلعت ما شاء الله يعني فظيعه. هي دي المحتوى اللي انا عايزه احافظ عليه، الريحه الجميله دي، كل القيمه الغذائيه اللي موجوده في ورقه النعناع والفوائد بتاعتها انا حابه احافظ عليه. انا حبيت اوريكم اللون الاخضر الجميل ده، ما شاء الله لونه يفتح النفس كده. هغسله دلوقتي وارجعوا لي تاني هنشوف هنعمل ايه. شوفوا حبايبي، دلوقتي انا غسلت اول مجموعه من الاوراق، شايفين الورق، غسلته على الصينيه. تمام، هجيب دلوقتي شكله بيبقى ازاي، اهو بيبقى كده. تمام، انا دلوقتي هروح اجيب ورق المناديل بالمنظر ده. تمام، واحط كده واضغط ضغط خفيف كده عشان هجيب مجموعه تانية وهحطها طبقه تانية من فوق. لو عندي صينيه اكبر مفيش مشكله بتوزع كله، لو ما عنديش بعمل الطريقه اللي انا بعملها دلوقتي، هجيب وهغطي كمان المكان ده وهحط من فوق طبقه تانية. حطيت الطبقه التانية من فوق، وطبعا بعدين بروح احط زي ما انا عملت كده في اللي من تحت، هعمل برضو في اللي من فوق، هغطيهم كلهم وهرجع لكم. انا دلوقتي شايفين غطيت كل اوراق النعناع بالورق اللي هو الورق المناديل بالمنظر ده. لو حسيتي انه اوراق المنديل مبلولة جدا فانتي بتشيلي الطبقة بتاعت المناديل وتحطي مكانها المناديل تانية جديدة. تمام، بالمنظر ده اهو شايفين. طيب بسيبها في الوضع ده يمكن 10 دقايق ربع ساعة بالكتير قوي، ولما بحس الورق بتاع المناديل نشف برجع اعمله، برجع سوري بحس الورق اتبل خالص مني بشيله وارجع احط ورق جديد. وبصوا برضو ملاحظة ان انا الورق هنا ورق النعناع ممكن بلف احيانا، يعني بلف يعني بمسك يعني دول مجموعة من ورق النعناع. تمام، ممكن الفهم بورق المناديل، فاهمني، بجيب مجموعة كده مجموعة مجموعة واقعد الف فيهم اغطيهم كده زي بوكيه الورد بورق المناديل. انا دلوقتي طبعا ما عنديش الوقت الكافي ان انا الف الفهم يعني، فانا بغطيهم كده سواء الطريقة دي او الطريقة دي بتنجح معي. لما ببقى فاضية بلف كل مجموعة، بحط كل عودين ثلاثة كده في مناديل والفلفهم كده زي بوكيهات الورد وبقعد ببقى فاضية. لكن انا لما ببقاش فاضية بعمل الطريقة دي، سواء الطريقة دي او الطريقة دي بتنفع معايا وبيبقى نتيجها جميلة جدا. في كمان نقطة وسط السطر كده حابة اضيفها، في ناس بتحب تحفظ اوراق النعناع بتجيب مية مغلية وبتحط فيها شوية سكر وبتحطهم في كوباية او في وعاء، يعني كأنهم ورد او حاجة كأنهم زي الورد كده. هو الطريقة دي يعني ما بتنفعش غير مثلا يومين ثلاثة، يعني لما ربنا يديهم الصحة شوية ويطول في عمر عيدان النعناع بتقعد مثلا اسبوع بس، اكتر من كده ما بتقعدش، المية بتعفن والورق بيدبل وبينشف، فيعني ما بتبقاش اللي هي المجدية قوي. ممكن احط عودين اتنين مثلا بحيث ان انا وانا في المطبخ يبقى فيه ريحة حلوة في المطبخ، لكن ما بتنفعش كطريقة دائمة لحفظ اوراق النعناع خضرة لفترة طويلة كده. اتمنى تكونوا انتوا فهمتوني. بعد كده بسيبهم 10 دقايق وهرجع لكم عشان اوريكم هعمل فيهم ايه. دلوقتي حبايبي عدت 10 دقايق او تقريبا كده تلت ساعة، انا خلاص تأكدت ان الورق بتاع النعناع والاعواد جفت من المية. بعمل ايه؟ بصوا بروح جايبة الاوعية اللي هي بتحفظ الطعام، علب صغيرة كده بيحطوا فيها الاكل عشان تحفظه في التلاجة. تمام، فانا لو ما عندكيش العلب دي او لو ما فيش العلب دي انا بستبدلها بعلب
بلاستيك عادية خالص، بس اهم حاجة يكون ليها غطا. بغسلها اول حاجة، بغسلها كويس قوي بالمية هي والغطايا بتاعتها، وبنشفها كويس قوي. ركزوا معايا، بنشفها كويس قوي هي والغطايا بتاعتها من المية. انا بشدد على اني لازم انشف العلبة والغطايا بتاعتها كويس قوي، ما خليش فيهم نقطة مية، وهنعرف ليه بعد شوية. وبحط فيهم مناديل بهذا الشكل. طبعا المناديل اللي انا استخدمتها على ورق النعناع ونشفت بيها مية النعناع، انا ما ينفعش ارجع احطها في الاواني بتاعت حفظ الطعام دي، او احطها هنا ابدا ابدا. محدش يستسهل ويقول مش مشكلة، هيخرب ورق النعناع وهيبوظ لان فيه مية. فانا بجيب ورق نظيف جديد، وبحط ورقتين كده منديل في كل علبة بهذا الشكل. تمام. الورق اللي انا استخدمته في ورق في تنشيف ورق النعناع ده، بمسح بيه ارضيه المطبخ، بمسح بيه اي حاجه اتكبت، يعني ما برميهوش، بستخدمه ان هو شويه وبيجف يعني. ولكن لو نشف الورق ده وهو جواه ورق النعناع، حطيته هنا استخدمته يعني، استسهلت وقلت مش مشكله، ما هو هينشف ورق النعناع هيمص الرطوبة اللي موجودة في المنديل تاني، ويدبل الورق ويسود. فبلاش، بجيب ورق نظيف جديد واحطه زي ما انتوا شايفين كده، بحطه بالكيفية دي اهي. تمام. هجيب دلوقتي ورق النعناع وهوريكم هعمل ايه بالظبط. دلوقتي حبايبي النعناع نشف، تمام، حتى شايفين الورق مفهوش مية. الفكرة اني انا دلوقتي بعد ما وصلت لان كل وهويتهم طبعا، يعني بعد ما شلت منهم الورق هويتهم شوية زي ما انتوا شايفين كده، كل شوية بقعد اقلب فيهم وانفضهم كده من المية. دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي انا مش هقرطفهم بقى زي اوراق الملوخية، لا، انا حواريكم دلوقتي انا هقطعهم بطريقة معينة بحيث انه يدوب اتخلص من العرق اللي هو الساق ده. بس دلوقتي هوريكم هتبقى شكلها ازاي. حبايبي دلوقتي انا بقطعها بالطريقة دي، انا مش بقرطفها خالص، بخليها محتفظة بالعرق الوسط اللي بيبقى رابطهم مع بعض كده، بحطها زي ما هي كده في الوعاء بتاع حفظ الطعام. وبرضو اهي واحدة تانية عملتها عشان نعرف بتبقى ازاي كده كلهم. شوفوا انا اهو بقرطفهم كده واحط في العلبة، تمام، بقرطفهم كده، مش بقرطف الورق، تمام، انا بقسمها كده، تمام، اهي بيبقى شكلها كده. وكل اوراق النعناع يعني كل الكميه اللي عندي دي هعملها بنفس الطريقه. اهو شايفين انا بس بحوش الساق بس بتاعتي كده. دلوقتي يا حبايبي انا مليت العلبه دي كده بالاوراق زي ما انتم شايفين. اللي بعمله طبعا بصوا الغطا غسلته ونشفته تماما من المياه، من المياه ما فيهوش حتى نقطه واحده، تمام، ده اهم حاجه. تمام، بروح اغطيها كده العلبه، اظبطها وغطيها اهو، تمام، واخدين بالكم، غطيتها وقفلتها كويس اهو بالمنظر ده، واخدين شايفين، نقفلها كويس اهو كده اتقفلت. تمام. باخد العلبة دي واحفظها في التلاجة اطول فترة ممكنة، بتقعد معايا 3 أسابيع 4 أسابيع، وبرجع أشتري كمية تانية وأستخدمها مرة تانية. يا رب تكونوا استفدتوا. اكتبولي في التعليقات، اعملوا الخطوة دي الخطوات دي، واكتبولي في التعليقات نفعت معاكم ولا لأ. يا رب تكونوا استفدتوا من الطريقة دي، وإن شاء الله تجربوها، وأشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد.